عملية وصفت بأنها سرقة القرن، أكبر عملية سرقة بنوك في التاريخ حتى لحظة تنفيذها. العقل المدبر وراها إنسان خارق الذكاء ومخطط لا يشق له غبار، دوخ المحققين وخلاهم مثل اللعبة بين يديه وهو يستهزئ فيهم وياخذهم يمين ويسار على هواه. خلونا اليوم نغوص في أحداث هذه القصة المثيرة. السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. طبعا عارف اني قطعت عنكم شوي الفترة الأخيرة، بس على الأقل هالمرة كان في سبب معقول. تابعوني على الانستغرام عشان تعرفون أكثر. المهم عشان أعوضكم، اليوم جايب لكم قصة من أكثر القصص المشوقة اللي مرت علي، قصة سرقة بنك من العيار الثقيل اللي يحبه قلبك، واحدة من أكثر القصص المثيرة واللي أحداثها تجذب الواحد غصبا عنه، وحتى لما تحسب ان هالقصة خلصت بعدها في حبكة أخيرة في النهاية راح تفاجئك، فتأكد انك تشوف هالفيديو لآخر لحظة. بس قبل ما ادخل في قصة اليوم اشكر منصة رين على رعايتهم لهالفيديو. طبعا منصة رين كلمتكم عنها من قبل واللي هي اول منصة مرخصة لتداول العملات الرقمية عندنا في الشرق الاوسط، والحلو فيهم واللي يعجبني ان دائما هم يسعون لتطوير نفسهم وخدماتهم لعملائهم، ومؤخرا اضافوا عملة جديدة لمنصتهم واللي هي تشين لينك. عملة تشين لينك هذه صار عليها طلب وحركة كبيرة خلال سنة 2021 الماضية، ومتوقع انها تواصل النمو بشكل كبير خلال هذه السنة. فالحين منصة رين تمنحك الامكانية انك تشترى هذه العملة وتتداول فيها بسهولة وامان مقابل العملات المحلية او مقابل العملات الرقمية الاخرى. اي حد منكم حاب انه يدخل في مجال تداول العملات الرقمية فرين هي احسن خيار للاستثمار في هذا المجال في منطقتنا، لانها منصة مرخصة من بنك البحرين المركزي وتخدم العملاء في دول الخليج بشكل خاص، وان شاء الله راح تجي لدول اكثر قريبة. واللي يعزز الامان والثقة هذه انك تقدر تتواصل مع الدعم المباشر الخاص فيهم على مدار 24 ساعة طوال كل ايام الاسبوع. تقدر تتواصل عن طريق المحادثة المباشرة في الموقع او التطبيق او عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، فاستغلوا هالفرصة خاصة مع عرض رين وهديتهم المميزة للعملاء الجدد اللي يسجلون في المنصة. اي عميل جديد راح يحصل بيتكوين بقيمة 20 دولار هدية بعد 3 أيام من التسجيل، فاستغلوا هالعرض وحملوا التطبيق من الرابط اللي موجود تحت واتبعوا خطوات التسجيل السهلة اللي راح تكون موضحة قدامكم. أحداث قصتنا اليوم صارت في البنك الفرنسي المعروف اللي اسمه سوسيتي جنرال، واحد من أشهر بنوك فرنسا الضخمة واللي عندهم أفرع في كثير من دول العالم. الفرع اللي صارت فيه أحداث قصتنا هو الفرع اللي موجود في مدينة نيس الفرنسية. هذا الفرع يحتوي على خزينة من أقوى وأكبر الخزائن المحصنة في كل فرنسا، خزينة الناس يحفظون فيها فلوسهم وممتلكاتهم الثمينة مثل الجواهر والذهب وغيرها. كان البنك يقبل أي نوع من الودائع اللي يحبون زبائنهم يودعونها في صناديق الأمانات داخل الخزينة، وكانوا الناس واثقين أن ممتلكاتهم الثمينة هذه راح تظل في الحفظ والصون في هذا البنك المدعوم بأقوى وأحدث وسائل الأمان. لكن اللي صار في يوم الاثنين بتاريخ 19 يوليو سنة 1976 كان شيء ما حد يتوقعه أبدا. صباح ذاك اليوم بدأ مثل أي يوم ثاني، دخلوا الموظفين للبنك وكل واحد منهم أخذ موقعه عشان يستعدون لبداية اليوم الجديد. ما كانت في أي علامات تدل على أي شيء غريب صاير في المكان، كل شيء كان طبيعي، لحد ما راح المدير ومعاه بعض الموظفين للخزينة عشان يطلعون منها بعض المبالغ النقدية اللي يوزعونها على الموظفين ويبدأون تخليص معاملات الزباين. باب الخزينة الكبير انفتح بشكل طبيعي، لكن لما جوا على الباب الداخلي وحاولوا يفتحونه ما قدروا، حاولوا بكل جهدهم وقوتهم انهم يحركونه من مكانه لكن بدون فايدة، الباب كان عالق وما راضي يتحرك ابدا. بس للحين ما في شيء يدعو للقلق، هذه ما اول مرة يعلق فيها الباب، صارت من قبل. في النهاية هذا باب عمره اكثر من 70 سنة ووزنه 20 طن، فطبيعي انه يعلق وتصير له مشاكل احيانا حتى مع الصيانة الدورية. لكن المشكلة ان الزباين بدوا يتجمعون قدام البنك وهم ينتظرون الموظفين يفتحون الابواب عشان يخلصون معاملاتهم، لكن الموظفين طبعا ما يقدرون يشتغلون بدون ما تنفتح الخزينة وتكون في ايدهم الفلوس. فعلى طول اتصل المدير على الشركة اللي صنعت الخزينة المصفحة
واللي هم أيضا مسؤولين عن صيانتها عشان يشيكون على الباب. وصل الخبير وبدأ عملية الفحص وحاول يفهم شو المشكلة وشو السبب اللي يخلي الباب عالق في مكانه، لكن هو بعد وقف حاير. مسننات الأقفال كانت تتحرك بشكل طبيعي، معناه أن الأقفال ما كانت هي المشكلة. طلع الخبير كل أدواته واستمر في محاولاته لاكتشاف السر وراء الموضوع، لكن في نفس الوقت صار الزباين متجمعين بأعداد كبيرة قدام بوابة البنك. الكل كانوا واقفين وهم حايرين وما فاهمين سبب التأخير الكبير اللي صاير. الوضع بدأ يصير مقلق. استمرت محاولات الخبير لاكتشاف المشكلة، وجو أيضا موظفين آخرين من الشركة اللي صنعت الخزينة وكثفوا جهودهم عشان يفتحون الباب، لكن كل هذه الجهود كانت بدون فايدة. ما كانوا حتى قادرين يكتشفون سبب المشكلة أصلا. الموضوع كان محير جدا وما كان عندهم أي تفسير له إلا أن في شيء يمنع الباب أنه ينفتح من الداخل، لكن هالشيء بعد المفروض أنه مستحيل. كيف ممكن ينسد باب الخزينة من الداخل؟ في النهاية هذا الباب هو المدخل والمخرج الوحيد لها. بعد ما صار الوضع ميؤوس منه وبعد ما تجاوزت الساعة 12 الظهر، قررت إدارة البنك أنهم يفتحون فتحة صغيرة على جانب الجدار المعزز بطبقة كبيرة من الإسمنت المسلح. كانوا يريدون يشوفون شو الشيء اللي معطل الباب. وعلى الساعة 3 تقريبا أخيرا قدروا أنهم يوصلون للطرف الآخر من الجدار. أول ما حط العامل اللي كان يحفر الجدار عينه من خلال الفتحة، ظهرت علامات الصدمة على وجهه وهو يقول ان الخزينة انسرقت. على طول شال المدير من مكانه وحط عينه عشان يشوف بنفسه من خلال الفتحة، وكانت صدمته لما شاف الخزينة مقلوبة فوق تحت وكل صناديق الامانات مفتوحة. اتصل المدير بالشرطة على طول، وجات فرق كبيرة من رجال الشرطة والمحققين اللي كانوا عارفين انهم قدام واحدة من اكبر عمليات سرقات البنوك في التاريخ. على طول وسعوا الفتحة اللي في الجدار ودخلوا المحققين للخزينة اللي كانت منهوبة بالكامل. اللصوص أخذوا كل الفلوس اللي كانت موجودة داخلها، وكثير من صناديق الأمانات واللي كان عندها 4000 صندوق كانت أقفالها مكسورة، وتم أخذ كل الأشياء الثمينة اللي أودعوها الزباين داخلها من ذهب ومجوهرات وغيرها. وفوق هذا كانت في عبارة مكتوبة بخط كبير على الجدار تقول: بدون سلاح وبدون عنف وبدون كراهية. طريقة دخول اللصوص للخزينة كانت جدا واضحة وما تحتاج أي تحقيق. كان في نفق محفور تحت الخزينة يؤدي إلى شبكة الصرف الصحي والمجاري للمدينة، وكل الأدوات اللي استخدموها اللصوص كانت موجودة. تركوا كل شيء وراهم، كان واضح انها عملية ضخمة جدا. كانت في 27 اسطوانة غاز استخدموها كوقود لمشاعل الحفر، وكانت في معدات وانابيب تهوية ضخمة توصل الهواء النقي لداخل النفق اثناء عملية الحفر، وحصلوا اسلاك كهربائية طولها يوصل تقريبا لكيلو متر. العملية كان واضح انها شيء ضخم جدا، استغرق اشهر من التخطيط والتنفيذ. عملية كانت تليق بالجائزة اللي حصلها اللصوص من وراها، لان الاشياء اللي سرقوها من الخزينة كانت تقدر بأكثر من 40 مليون فرانك فرنسي، يعني حوالي 10 مليون دولار. كانت هذه أكبر عملية سرقة بنك لحد التاريخ اللي صارت فيه. فبطبيعة الحال هذه العملية تصدرت كل وسائل الإعلام والصحف العالمية اللي كانت توصفها بسرقة القرن. البنك أعلن عن جائزة قدرها مليون فرانك أو تقريبا 4 مليون دولار لأي شخص يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال اللصوص. القضية كانت ضخمة جدا لدرجة أنهم جابوا أقوى المحققين من كل أرجاء فرنسا عشان يحققون فيها. مثل ما كانت هذه أكبر سرقة في التاريخ، أيضا هذه كانت أكبر عملية مباحث في التاريخ. المحققين حققوا ويا آلاف الناس حرفيا، حققوا ويا موظفين البنك ويا الزبائن اللي كانوا يستخدمون صناديق الأمانات، وحتى ويا العمال والناس اللي ساكنين في المنطقة حوالين مبنى البنك. ما خلوا حد حرفيا، وكانت في كثير من الدلائل تشير إلى أن عصابة معروفة باسم جرذان المجاري كان لهم يد في العملية. عصابة جرذان المجاري تسمت بهالاسم لأنهم كانوا يستخدمون شبكة الصرف الصحي في كثير من أعمالهم الإجرامية وسرقاتهم،
فالمحققين حاولوا يضيقون الخناق على أي أشخاص ينتمون لهذه العصابة، وفعلا بعد تحقيقات طويلة وربط بعض الأدلة والخيوط قدروا يتوصلون لبعض الأشخاص اللي كانوا شبه متأكدين أنهم من أفراد هذه العصابة وشاركوا في هذه العملية، بس في نفس الوقت كانوا متأكدين أن ما في حد من هذيلة ممكن يكون الرأس المدبر للعملية، وما كانوا يريدون أن يتسرعون ويلقون القبض على مجرد بيادق عاديين، كانوا يريدون الملك، يريدون الرأس المدبر اللي خطط للعملية. فعشان كذا بدأوا يراقبون هذيل الأشخاص اللي كانوا مشتبهين فيهم إنهم من أفراد العصابة. الانتصار الكبير للمحققين جاء على بدايات شهر أكتوبر لما شخصين من الأشخاص اللي كانوا يراقبونهم راحوا لمصرف محلي وحاولوا أنهم يبيعون سبيكة الذهب، وبعد ما أخذ موظف المصرف الرقم اللي على سبيكة الذهب وبلغ الشرطة عنه تأكدوا أن هذه واحدة من السبايك اللي انسرقت من خزينة البنك. هني قرروا المحققين انهم يتحركون ويقبضون على هذيل الشخصين على طول، لان صار بين يدينهم دليل قاطع انهم شاركوا في العملية، وممكن بالتحقيق والتهديد يخلونهم يعترفون باسماء زملائهم وايضا باسم الرأس المدبر. بعد اعتقال هذيل الشخصين وتهديدهم باحكام سجن قوية وطويلة، بدأوا شوي يتهاونون تحت ضغط ووطأة التحقيق، وبدأت بعض الأسماء تطلع منهم، ومن وراها بدأت حملة اعتقالات وتحقيق كبيرة وصلت حتى لأقارب الناس اللي كانوا مشتبهين فيهم، وبدأت الأسماء تطلع الواحد ورا الثاني. المحققين ما كانت عندهم أي رحمة أو تعاطف أبدا، وكانوا يستخدمون حتى بعض الوسائل اللي ممكن تعتبر قذرة في التحقيق، مثل التهديد بالأهل والأقارب. كانوا يهددون هذيل المشتبه فيهم أنهم ممكن يلصقون تهم بأقاربهم عشان يخلونهم يتكلمون ويعترفون بأسماء رفاقهم ويوصلون بالذات لرئيس وقائد العملية. واحد من المشتبه فيهم هذيلة ذكر شخص اسمه ألبرت سباغياري. هذا الشخص كان مصور فوتوغرافي وقال المشتبه فيه أنه هو الرأس المدبر للعملية. المحققين طبعا أول ما سمعوا الاسم راحوا له على طول، ولما واجهوه باللي عندهم كانت أول ردة فعل له أنه مصدوم من الموضوع وأنه ما له أي علاقة بهذه الجريمة لا من قريب ولا من بعيد، ومستحيل مجرد مصور فوتوغرافي بسيط مثله يكون الرأس المدبر لعملية ضخمة مثل هذه. وفعلا المحققين مبدئيا ما كانوا حاسين ان شخص مثل هذا ممكن يكون الرأس المدبر، وحتى لما سألوا عنه كل الناس اللي حوله كانوا يشهدوا له انه مجرد شخص عادي بسيط يعيش حياته كمصور فوتوغرافي، وحتى اصدقائه يعرفونه بالزوج الرومانسي اللطيف الوفي لزوجته اللي كان يحبها أكثر من أي شيء ثاني في الدنيا. وكانوا هو زوجته مختارين أنهم يعيشون في الريف حياة هادئة بعيد عن الصخب والإزعاج. فيعني أن يكون شخص مثل هذا هو الرأس المدبر لمثل هالعملية كان شيء غريب ومستبعد شوي. بس مع كل هذا المحققين أخذوه عشان يحققون وياه التحقيق الروتيني، لكن صاحبنا سباغياري ظل مصر على إنكار أي تهم يوجه له إياها المحققين. حاول المحققين بكل الوسائل اللي عندهم وحتى بالطرق الخبيثة إنهم يستدرجون سباغياري للاعتراف، لكن بدون فايدة. ظل سباغياري محافظ على هدوءه طوال ساعات التحقيق، لكن خلال هذا التحقيق كانوا رجال الشرطة قاعدين يداهمون ممتلكات سباغياري، وواحدة من هذه الممتلكات كان عبارة عن كوخ في مزرعتهم الريفية اللي يملكها بالتشارك مع زوجته، وداخل هذا الكوخ حصلوا مجموعة من الأسلحة والمتفجرات غير القانونية. هذا الاكتشاف عطى المحققين اليد العليا في التحقيق، وطبعا المحققين مثل ما قلنا ما كانت عندهم أي مشكلة إنهم يستخدمون الوسائل القذرة عشان ينتزعون الاعترافات اللي يريدونها، ولأنهم عارفين إن سباغياري يحب زوجته حب شديد أكثر من أي شيء ثاني بالدنيا، هددوا إنهم راح يحطون تهمة حيازة هذه الأسلحة غير القانونية على زوجته وراح يسجنونها لسنين طويلة. هني سباغياري ما قدر يتحمل وقرر يعترف بكل شيء حماية لزوجته، اعترف ان الرأس المدبر للعملية وسرد للمحققين كل التفاصيل. قالهم ان الفكرة جاته قبل حوالي سنتين تقريبا لما واحد من جيرانه واللي كان يشتغل في البنك قال له ان الخزينة ما كان فيها جرس انذار، ومن هذيك اللحظة بدت الأفكار تلعب في راسه، فراح واستأجر واحد من صناديق الأمانات اللي موجودة داخل الخزينة. طبعا اللي عنده صندوق أمانات ممكن يدخل الخزينة ويعطونا الموظفين المفتاح ويعطونا نوع من الخصوصية عشان يحط أغراضه داخلها. فراح سباغياري للخزانة وفتح صندوق الأمانات
وكان شايل معاه كاميرا، وباستخدام هذه الكاميرا قدر سباجياري انه يصور كل تفاصيل الخزينة وكل زاوية فيها من الداخل بدون ما حد يلاحظه. الخزينة كانت فيها الالاف من صناديق الامانات، فكان محتاج خطة تسمح له انه يظل فترة طويلة داخل الخزينة بدون ما حد يكتشفه، عشان يكون عنده وقت كافي انه يكسر كل اقفال الصناديق هذه او معظمها على الاقل. وبعد ما قعد يفكر ويحلل فراسه، حس ان احسن فرصة عنده لدخول هذه الخزينة هي من خلال شبكة المجاري اللي موجودة تحت الارض. مدينة نيس كانت فيها شبكة مجاري ضخمة جدا، بس طبعا هذه الشبكة ما كانت تمر تحت البنايات مباشرة، لكن سباجياري فكر انه ممكن يحفر نفق من اقرب نقطة لحد ما يوصل لأسفل مبنى البنك. طبعا الموضوع كان محتاج جهد وبحث كبير، وكان لازم يتحمل ريحة المجاري القذرة لأسابيع وهو يحاول يستكشف هالشبكة ويحاول يحصل نقطة الحفر المناسبة، وكان حتى يدخن سيجار من النوع الكوبي الضخم عشان يحاول يقلل من شدة ريحة المجاري. وبعد ما حس بصعوبة الموضوع قرر انه يروح للبلدية ويدعي انه مقاول بناء وياخذ منهم مخططات لشبكة الصرف الصحي، وهذه المخططات سهلت عليه العملية بشكل كبير، وقدر انه يحصل المسار اللي يؤدي للبنك، وقدر انه يحدد النقطة المناسبة لبدء الحفر. وكانت تقديراته تقول انه راح يحتاج يحفر نفق بطول 10 امتار تقريبا. صح ان المسافة هذه ما بكبيرة لذيك الدرجة، لكن هذا النفق لازم ينحفر تحت شارع من اكثر الشوارع ازدحاما في المدينة، فلازم ابدا ما تنسمع اصوات الحفر، واللي معناه ان العملية راح تتطلب معدات صغيرة وبدائية ورجال كثر عشان يتم تنفيذها. الحين الخطة صارت واضحة عند سباجياري، لكن كان ناقصنا الرجال والأدوات، فسافر لمدينة مارسيليا القريبة، وهناك التقى بزعماء بعض العصابات اللي من ضمنهم عصابة جرذان المجاري. الزعماء هذيلا اعجبوا بخطة سباجياري ووافقوا على طول على مساعدته، طبعا مقابل حصة كبيرة من الغنيمة، وبكذا يكون صاحبنا سباجياري حصل الرجال والمعدات اللي يحتاجهم عشان يبدأ العملية. اول شيء سواه سباجياري هو انه نشر شبكة من الرجال على الشارع فوق مكان الحفر، ومعاهم اجهزة راديو عشان ينبهونهم في حال اقتراب اشخاص او رجال شرطة من المكان. كان سباجياري ماخذ كل احتياطاته عشان ما تنكشف العملية، لكن عملية الحفر هذه كانت جدا جدا شاقة، لان الحفرة صغيرة والادوات اللي يستخدمونها الحفارين كانت جدا بدائية عشان ما تطلع اي اصوات. يعني تخيلوا كانوا يحفرون حفرة مثل هذه بالشيولات والمجاريف، وفوق هذا النفق كان سيء التهوية وحرارته جدا جدا عالية، فالشغل كان بطيء ومتعب ومرهق جدا على الحفارين. وفي يوم من الايام انهار واحد منهم، وهني قرر سباجياري انه يقسم العمل على رجال اكثر وما يخلي اي حد منهم يشتغل الا لفترة قصيرة، كان يخليهم يشتغلون لمدة 10 دقائق ويستريحون 10 دقائق، وايضا يتعاقد ويا طبيب عشان يكون جاهز في كل الاوقات في حالة انه واحد من الرجال اصابه اي شيء. والاهم من كل هذا انه مدد انابيب تهوية واسلاك كهربائية لداخل النفق. كانت الاسلاك الكهربائية يوصل طولها لكيلو متر تقريبا، وكانوا ياخذون الكهرباء من مواقف سيارات موجودة في موقع قريب من النفق، وهذه الكهرباء سمحت لهم انهم يشغلون الانارات وانابيب التهوية، الشيء اللي حسن مستوى الشغل وحالة الرجال بشكل كبير. كان سباجياري عارف ان الخطة معتمدة على راحة الحفارين هذيلا وقدرتهم على الانجاز، فكان يحاول يوفر لهم افضل الظروف الممكنة. وبعد 9 اسابيع من هالعملية الصعبة، اخيرا قدروا انهم يوصلون لجدار الخزينة في اول الايام من شهر يوليو. كانوا جدا فرحانين بالانجاز اللي حققوه، لكن سباجياري كان عارف ان لازالت قدامهم مهمة صعبة، لازال قدامهم الجدار الاسمنتي المسلح اللي سمكه 30 سنتيمتر. عملية اختراق الجدار ما كانت صعبة بحد ذاتها، لكن المشكلة انهم راح يحتاجون دريلات وادوات كهربائية ثقيلة هالمرة، ما كان ممكن انهم يحفرون هالجدار بالادوات البدائية، وكان سباجياري جدا خايف ان صوت الحفر راح ينسمع، فطلع للشارع فوق وطلب من الرجال انهم يحفرون، وتفاجأ لما حصل ان مخاوفه ما كانت في محلها ابدا، الصوت ما كان ينسمع نهائيا من فوق الشارع، وهالشي خلاه يتساءل اذا كان الحذر اللي اخذه في حفر النفق بادوات بدائية والجهد والوقت الطويل كان بدون معنى. بس الحين خلاص ما يهم،
المهم انهم وصلوا للجدار. هذيك الليلة حفروا تقريبا لنص الجدار، تقريبا لمسافة 15 سنتي، واتفقوا انهم راح يكملون الباقي في الليلة اللي راح يدخلون فيها للخزينة. وفعلا حدد سباقياري موعد العملية في ليلة يوم السبت بتاريخ 17 يوليو. طبعا اختار يوم السبت لأنه يوم بداية الإجازة، والبنك راح يكون فاضي اليوم اللي بعده اللي هو يوم الأحد. وفعلا في هذيك الليلة، ليلة السبت بتاريخ 17 يوليو، اجتمعوا قدام النفق وكملوا حفر الباقي من الجدار، واللي استغرق وقت أطول من الوقت اللي كان متوقعنا سباقياري، لكنهم في النهاية قدروا يدخلون الخزينة على الساعة 2 الفجر وبدوا عملية سرقة الأموال وصناديق الأمانات اللي داخلها. أول شيء سووه لما دخلوا الخزينة هو أنهم لحموا الباب من الداخل، عشان في حالة أن أي حد حاول يدخل من برا راح يكون عندهم وقت أنهم يهربون قبل ما ينكشفون. وبعدها بدوا يكسرون أقفال صناديق الأمانات واحد وراء الثاني، وداخل هذه الصناديق حصلوا كنوز من الذهب والمجوهرات والأموال وكل شيء كانوا يتمنون أنهم يحصلونه داخل خزينة محصنة مثل هذه. طبعا زباين البنك كانوا يتمنون داخلها على أثمن ممتلكاتهم، فكانت غنيمة بكل معنى الكلمة، غنيمة تسوى كل هذاك التخطيط والجهد والتعب اللي بذلوه. واحدة من الأشياء اللي حصلوها بعد في الصناديق كانت أواني وكؤوس مصنوعة من الذهب. واحتفالا بانتصارهم العظيم ونجاح مهمتهم، سباقياري قرر يأكلون الأكل اللي كانوا جايبينه وياهم على هذه الأواني وهم داخل الخزينة. الشيء اللي يضحك بعد هو أن واحدة من عربات البريد اللي تنقل الأموال، هذه العربات اللي تكون مصفحة ويكون داخلها حراس مسلحين، مروا في هذيك الليلة ونزلوا حقيبة أموال في الخزنة عن طريق الفتحة الخارجية. في فتحة موجودة على جدار البنك الخارجي عبارة عن أنبوب صغير يقدرون من خلاله إنهم ينزلون حقائب الأموال في الخزينة بدون ما يفتحونها. طبعا هذه الفتحة هي عبارة عن فتحة صغيرة جدا وحجمها ما يسمح لإنسان إنه يدخل الخزينة من خلالها، كانت فتحة مخصصة فقط لدخول أغراض وحقائب صغيرة. فالمهم يعني البريد المسلح كان ينقل حقيبة أموال في مساء هذيك الليلة، وكانت مهمتهم إنهم يرمون هذه الحقيبة لداخل الخزينة من خلال الفتحة. فتخيلوا شعور سباقياري ورجال اللي معاه لما شافوا هذه الحقيبة تنزل لهم كأنها هدية من السماء وتنضاف كجائزة إضافية لغنيمتهم الكبيرة. استمر سباقياري وجرذان المجاري اللي معاه بفتح صناديق الأمانات واحد ورا الثاني، وقضوا تقريبا 27 ساعة في الخزينة، ومع هذا ما قدروا يفتحون غير 400 صندوق من صناديق الأمانات اللي كان عددها يوصل ل4000 صندوق. بس الغنائم اللي حصلوها من هذه الصناديق مع الأموال اللي كانت في الخزينة كانت أكثر من كافية. ولما جات الساعة 5 الفجر من صباح يوم الأحد، أعلن سباقياري لرجاله أن حان وقت الذهاب. بس قبل ما يطلع أخذ بخاخ جدران وكتب على جدار عبارة بدون سلاح وبدون عنف وبدون كراهية. وهذه العبارة بالمناسبة ساهمت في إعطاء شعبية كبيرة بين العامة، لدرجة أن بعض الناس في ذاك الوقت كانوا يستخدمونها عشان يسلمون على بعض، يعني يمرون 2 الصباح ويسلمون على بعض بدون عنف بدون كراهية وبدون حقد، كذا كانت تحيتهم. وهذا الشيء اللي كان يغيظ المحققين أكثر ويخليهم عندهم استعداد إنهم يستخدمون أي وسائل قذرة عشان ينتزعون الاعترافات من المشتبه فيهم. وفعلا في النهاية سارت الأحداث مثل ما سردناها، وتم القبض على جردان المجاري ومعاهم سباقياري. كل هذه التفاصيل رواها سباقياري بنفسه للمحققين، وأبدى كامل استعداده للتعاون معاهم على شرط انهم يتركون زوجته في حالها. تم احتجاز سباقياري لحد ما يصدر في حقه حكم نهائي، وخلال هذه الفترة كان سباقياري ومعاه محاميه يلتقون بالقاضي في مكتبه كل يوم خميس. القاضي كان يريد يقيم حالة سباقياري ومدى تعاونه لحد ما يصدر في حقه حكم نهائي. واستمر هالوضع لعدة أسابيع، كل يوم خميس يروح سباقياري لمكتب القاضي ويقعد معاه في جلسة تستمر لمدة نص ساعة تقريبا. ولأن الجريمة ما كانت تتسم بالعنف، ولأن سباقياري كان متعاون جدا، الكل كانوا يتوقعون انه بيحصل حكم مخفف
وما راح يحكم عليه القاضي بمدة طويلة في السجن. لكن صاحبنا كان في باله شيء ثاني. في واحدة من أيام الخميس لما راح للجلسة الروتينية المعتادة في مكتب القاضي، كان سباجياري يعيد رواية تسلسل أحداث السرقة اللي نفذها، وخلال كلامه قدم للقاضي 3 أوراق مرسوم عليها شبكة المجاري تحت مدينة نيس، وبدأ يشرح له شو صار وكيف خطط للموضوع، وحدد له النقطة اللي بدوا منها يحفرون النفق. لكن القاضي بدت على وجهه الحيرة، ما كان قادر يربط كلام سباجياري بالخريطة اللي قدامه. فلما شاف سباجياري ان القاضي محتار وما فهم الموضوع، قام من مكانه بكل هدوء ووقف ورا القاضي وبدأ يأشر على الخريطة ويحاول يشرح للقاضي بتفصيل أكثر. يعني تخيلوا المشهد، كان سباجياري واقف ورا كرسي القاضي ويأشر على الخريطة اللي موضوعة على المكتب قدام القاضي ويقول له شوف، بدينا من هنا ورحنا لهنا وحددنا هذه النقطة للحفر وبدينا نحفر لحد ما وصلنا لأسفل مبنى البنك اللي موجود هنا. القاضي كان قاعد يسمع ويشوف في الخريطة وهو مركز تركيز تام، وفجأة بدون مقدمات استدار سباجياري بجسمه باتجاه النافذة اللي كانت ورا القاضي وركض صوبها ونط منها وترك القاضي والمحامي في حالة صدمة وهم قاعدين يحاولون يستوعبون اللي صار. مكتب القاضي ما كان مرتفع كثير، كان في الطابق الأول، فقدر سباجياري انه ينط على سطح سيارة كانت واقفة تحت النافذة وعلى طول نط منها وركب على دراجة مع شخص كان قاعد ينتظره تحت وهرب واختفى بدون أي أثر. هذاك اليوم كان آخر يوم تمت فيه مشاهدة سباجياري. الشرطة ما قدروا يحصلونه في أي مكان، وما قدروا بعد أنهم يحصلون حصته من الغنيمة اللي ظلت وياه بدون ما يفصح عن مكانها، لأنه كان يستخدمها كورقة رهان عشان يعطونه حكم مخفف وقت المحكمة. مع هذا يقولون أنه أرسل مبلغ $600 كاش لصاحب السيارة اللي نط على سقفها. قضى صاحبنا سباجياري بقية حياته وهو يرسل صور ورسائل مستفزة للمحققين من خلال وسائل الإعلام والصحف والمجلات، لكن للأسف بالنسبة له زوجته اللي كان يحبها أكثر من أي شيء ثاني في الدنيا قررت انها ما تشاركه في حياة الفرار اللي راح يعيشها. قررت تتركه وتكمل شغلها كممرضة في واحدة من مستشفيات مدينة نيس. فهل يا ترى كانت هذه العملية تسوى هالخسارة الكبيرة، تسوى خسارته لزوجته؟ سؤال ما راح نحصل جوابه مع الأسف، لأن سباجياري ما راح يتم العثور عليه إلا بعد ما يموت في سنة 1989 بسبب سرطان الرئة. مات سباجياري وهو لا زال يحمل لقب مدبر سرقة القرن، واللي كانت أكبر عملية سرقة بنوك في التاريخ في لحظة تنفيذها. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا، أتمنى تكونوا استمتعتوا فيها. لا تنسونا من اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع حلوة تقدرون تشوفونها إذا ما كنتوا شفتوها قبل. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة.